رغم هذا، هذا الناس ما زالوا حاكمين شادين الفريق، وهذا بدعم، نقولها بكل صراحة، بدعم من رئيس البلدية ورئيس الدائرة السابق اللي دخلوا فيما لا يعنيهم وفرضوا هذا الناس الغرباء على الفريق بتواطؤ من رئيس النادي الهاوي اللي مشى دون استشارة دون علم أعضاء مكتبه أو أعضاء الجمعية العامة. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.